بنت عيشة ولا بنت مدام إيناس؟ لا دي بقى بنت فوزية. هو لسه في فوزية كمان؟ فوزية دي أصلها كانت أول بخته. لا ده كويس إن إحنا لحقنا الأستاذ حمادة هنا في المستشفى، ده مش راح لنفسه. ما تزعليش مني يا ماما، ده طلع معايا من تحت تبقى. لو النبي، النبي حمادة أمير، هو يعرف يهش ولا ينش؟ هو بس اللي حنين وأبيض وكل اللي يشوفه يحبه. طب على مهلك عليا بقى، لحسن أحبه أنا كمان وتبقى مصيبة. حاكم أنا متطلقة، ولا ورايا ولا قدام. يا صوتي قللت الحياة. شكلك كده أخدتي بومبا في الجوازة دي. إلا بومبا، ده أنا ربنا وقعني في واحد مالوش زي، يعني اعتمد على هيثم ابني ولا اعتمدش عليه. أنت عايزة تاخدي كل حاجة؟ ما كفاية إنه مريش يا أنوسة. أنا لغاية دلوقتي ما شفتش يا أختي ريشو، ده هو وأمه ما وراهمش حاجة غير الأكل والشرب، وحتى المحل بتاعه بيخسر. ده كفاية القصر اللي عايشين فيه، يعني انتي لو شدتي حيلك كده وجبتي حتة عيل من حمادة، القصر ده هيبقى بتاعي. حتة عيل من حمادة؟ اتخيبي اتخيبي. ايه هو حمادة ماله؟ وانا لحقت، ده انا اتجوزته من هنا وتاني يوم اتحجز في المستشفى. الظاهر ان احنا هنقضيها تمريض ولا ايه؟ في حاجة يا أستاذ حمادة؟ في الباب يا ناس. خير؟ حاسس بحاجة؟ لا أنا عايز أتكلم معاك شوية بس عشان ماما نونا ما تزعلش. أيوة يا أستاذ حمادة، في إيه؟ أنت تعبتي معايا قوي يا حياتي. خدي دول. ليه بس كده يا أستاذ حمادة؟ دي ماما نونا مش مخليني محتاجة أي حاجة. طيبة يا ربنا يخليك. وجميلة أوي. ده بس من فوق. أمال جوزك الحمار ده طلعك ليه؟ هي ماما نونا قالت لحضرتك؟ ماما لما تدخل مكان تعرف كل حاجة وتيجي تقول لي. دي ست أميرة ربنا يخليها لي. ما قلتيش برضه طلعك ليه؟ أنا اللي خلعت. ليه؟ كل يوم كان بيرجع سكران زي المجنون. وبينزل فيا ضرب بدون أي مناسبة. قلت أقصر الشر والمشاكل، كل واحد يروح لحاله. في رجالة وحشة كده؟ ما انت ما تستهليش كده أبدا أبدا. اتفضل يا دكتور. خليكي مرتاح، أنا بس هبص على حماد. ربنا يخليك يا دكتور، طمني. وريني كده. ما يصحش كده يا أستاذ حمادة، ما يصحش. استني بس يا بنت، أنا ما أقصدش، أنا مريض محتاج رعاية وحنان. حاجة يا حمادة، مين عندك؟ ده أنا يا ماما نونا، بديله الدواء بتاع بالليل. دكتور اسماعيل جاي عشان يشوف. ياه، ده إحنا بقينا كويسين خالص. شوف الدم بيجري في وشك إزاي؟ أنا مش عايز قاعدة السرير، أنا عايزك تتحرك. والله أنا فاهم بدأت أتحرك يا دكتور، اسألها حتى. الحركة كويسة عشان يعني احنا هنستمر على نفس العلاج، مش هنبطل غير دواء الظهر بس. بس هو متعب قوي يا دكتور، ما بيسمعش الكلام. يا استاذ حماد انا مش عايز عنايات تزعل منك. انا مش مصدق اللي بيحصل. يا اخوانا اللي بيحصل ده مساومة خطيرة. قال يرجعوا لنا الكرنيهات في مقابل ان احنا نحط جزمة بقنا ونسكت. بس احنا بقى مش هنسكت. بقول لك يا عم شريف، النبي تسيبني في حالي. انا امي لما عرفت انها اترفدت من الجامعه كانت هتروح فيها. هنخلص جامعتنا وبعد كده كل واحد يعمل اللي هو عايزه. انت خايف من ايه يا ابراهيم؟ وكالات الانباء العالميه لو جت صورتنا العالم كله هيسمعنا، ومحدش هيقدر يتعرض لنا. لا يا عم انا مش معاك. ده احنا جايين لك لغايه هنا يا ابراهيم عشان تقول لنا الكلام ده. احنا مش هنعمل حاجه غلط، كل اللي هنعمله اضراب عام اعتصام. مظبوط، في الصين عمال السكه الحديد اضربوا يوم واحد عن الشغل، نفذ لهم كل طلباتهم. احنا ندخل مبنى ده ونحتله ومش هنطلع منه ابدا الا لما الدنيا كلها تسمعنا. يا عم انا احتل مين؟ انت فاكر نفسك فيلم اجنبي؟ سيبوني في حالي انا والنبي. انا مش عاوزك تعمل حاجه يا ابراهيم، كل اللي عاوزك تعمله تقول قصيده بلدي اياها اللي انت بتقولها دي. قصيده ايه؟ لا يا عم القصيده دي كلها كلام، يعني احنا بنقوله كده بينا وبين بعض. والنبي هيما تسمعها لنا. اسمعها لك ايه يا عم؟ انت عايز تودينا في داهيه ولا ايه؟ وفيها ايه يا عم؟ قول. قول بقى هيما، قول. مصر بلدي محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني.
والوزير الاولاني اللي كان سمسار مباني النهارده لو تشوفه راح تقول ده حد تاني. الله 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 يا هيما الله. يا سلام. خش بقى على الغويطه يا جدعان. يا جدعان كده هتحبسونا. الله هتسجلوا لي كمان. يا عم قول يا عم، هو حد واخد باله من اي حاجه؟ قول يا هيما قول. مش في اوضته ازاي؟ يمكن في الحمام؟ ولا في الحمام؟ امال هيكون راح فين؟ ده خرج يا ممنون، قلع الجلابيه بتاعته ورميها على السرير. يكون راح فين؟ استنى ما اشوف التليفون. يا رب يا رب جيب العواقب سليمه يا رب. حماده قومي يا حلو، قومي يا طعم، قومي يا حلو، قومي يا حمام. هنا. ايوه بلد. ايوه نونا. ايوه انا في البيت. لا انا سبت المستشفى بس ما وصلتش صحيكي. انا بقيت كويسه قوي قوي. لا ارجع المستشفى ايه؟ حسبتي بس المستشفى تعال. الناس بتسلم عليكي وبتبوسك اهو. طيب يا حماد. الحمد لله. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبي، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. حاضر حاضر يا حمادة حاضر، مع السلامة. ماما نونا، هو أستاذ حمادة مش هيكمل علاجه هنا في المستشفى؟ يا أختي مدام حس إن هو اتحسن خلاص، دي قعدة المستشفى تجيب العيب. طول عمرنا أنا وحمادة لا نحب الدكاترة ولا نحب الدواء. والله هتوحشونا يا ماما نونا. يا أختي بقيت عليلنا، أنا اديتك العنوان 7 شارع عزو قصر عزو بالمعادي. ها هستناكي. ايه بقى يا حمادة؟ هتفضل مجرس كده في البيت؟ مش هنخرج بقى؟ نخرج بقى وخلاص. عصر الخروج ده انتهى. انا مجرش لك هنا على طول مدى الحياه. ايه ده يا ناس؟ انت بتحلوي كل 3 ثواني بنسبه 20%. يعني شوفي بعد نص ساعه تبقى ايه؟ يا بختك. ثانيه واحده، ايا من كان هطرقه وارجع لك. ثانيه زي ما انت. ايوه حلو كده. ثانيه